باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من مزمور الراعي الصالح، مزمور رقم 23، اللي أوله بيقول: الرب لي راع فلا يعوزني شيء. بيقول: ترتب قدامي مائدة تجاه مضيقية، مسحت بالزيت رأسي، كأسك أريّ. مائدة تجاه مضايقية، يعني مائدة المضايقين اللي بيضايقوني، هتبقى هذه المادة تعيني وتسندني قدام الضيقات والمتاعب اللي مضايقية بيضايقوني بيها. وترتب، يبقى اللي هيرتبها هو الله. وهنا ايه المائدة ديت غير ان هي الافخارستية؟ فاحنا في عيد الصليب يرتبط الصليب بالمائدة اللي اتقدمت. وعشان كده احنا في خميس العهد، قبل ما بنحتفل بالجمعة العظيمة اللي فيها صليب المسيح له المجد، نحتفل او نتمم طقس غسل الارجل، وطقس اللي هو يشيل للتوبة، وايضا سر التناول او العشاء الرباني أو الإفخارستية، تأسيسه في اليوم ده إن المسيح له المجد ادانا جسده عشان نأكله ودمه نشربه حتى ما نثبت فيه. نلاقي إن موضوع الأكل ده موضوع موجود في الكتاب المقدس كتير. نلاقي مثلا في سفر الخروج، لما موسى النبي وهارون ونداب وأبيه 70 من شيوخ إسرائيل، زي ما هو هنا بيقول لنا، وصعدوا ورأوا إله إسرائيل، طبعا رأوا الأقنوم الثاني وتحت رجليه، عشان هنا بيقول رجليه، وشافوه كأنه متجسد، شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكزيت السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد إلى أشراف بني إسرائيل يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لاحظ هنا إن الأكل والشرب ارتبط برؤية الله، وإحنا في سر الإفخارستية نتثبت في الله ونبقى ثابتين فيه ونبقى عارفين. والمعرفة لما نتثبت من خلال هذا السر نعرف الله أكتر ونتحد بيه أكتر. عشان كده يقول إنه من يأكل جسدي ويشرب دم يثبت فيا وأنا فيه. ونلاقي الكلام ده في إنجيل القديس يوحنا الآية 48، يقول: أنا هو خبز الحياة. خبز يعني يديني قوة عشان أعيش بيه. آباءكم أكلوا المن في البرية، المن اللي كلوه اليهود ماتوا وماتوا. هذا هو الخبز، ده بيتكلم هنا عن جسده بقى، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. إذا هنا ده الثبات اللي ثبتني، مائدة تجاه مضايقية، تجاه لما أكون بجاهد وفي حرب مع إبليس عدوي ويتعب نفسيتي ويتعبني جدا، لكن هنا الله يديني لوحدي، ما اقدرش، انه هيتعبني جدا، لكن يديني جسد ودمه، احس بالثبات في المسيح واتقوى زي اللي بياكل بيتقوى. بقى هشوف المسيح او هثبت فيه، وفي نفس الوقت هتقوى وابقى قوي، ويبقى جوايا الايمان بتاع المسيح له المجد، وابقى ثابت في المسيح، الحب المسيح، وبالتالي ما يقدرش علي العدو. أي 51 يقول: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. يبقى هذا الخبز يكون سر حياة فيا للأبد، اتحدت بالمسيح له المجد، الإله الحي، وبالتالي يبقى يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله. هنا جه الصليب بقى، كلمة أبذله يعني هقدمه فدية عنكم على عود الصليب. الخبز الذي أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم، فدية، فداء. يبقى إذا الصليب، لولاش الصليب ما كناش خدنا هذا الخبز
ليكل يحيى للأبد، وما كناش اتحدنا بالمسيح، وما كناش بقالنا قيامة في اليوم الأخير، وما كانش غفرت خطيئتنا. يبقى الصليب فيه مائدة، المائدة دي تجاه المضيقين اللي هي سر التناول وسر الثبات. بعد كده يقول لنا في يوحنا 6:56، يقول لنا من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. يبقى هنا عرفنا سر الثبات إيه، إن الذبيحة التي ذبحت من أجلنا، بناكل جسد الرب ودمه في صورة الخبز المتحول لجسده، والخمر، والخمر هنا يرمز للفرح المتحول إلى دمه بسبب فدائه لينا، بسبب إنه ذبح نفسه ونثبت فيه. وعلمنا بولس الرسول قالها في كورنثوس الأولى أصحاح 10 أي 16، قال كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ دي الكأس البركة، كأس الفرح والبركة اللي بناخدها هي شركة دم المسيح المسفوك من أجلنا، اللي يعطي لغفران الخطايا واللي يدينا كل نعمة وبركة وفرح. الخبز الذي نكسره، بعد كده بيقول معلمنا بولس الرسول الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ وخلي بالنا كلمة شركة دي، احنا اشتركنا معاه واشتركنا مع بعضنا، فنبقى جسد واحد كلنا، وبكده احنا بقينا أعضاء المسيح وأعضاء بعضنا بعض، وبكده ندخل السماء مع المسيح لأننا اتحدنا به، هو الرأس ونحن الجسد، ونقدر ندخل السماء بالمسيح فقط، من غير كده ما نقدرش ندخل السماء. فعلا ذبيحة الصليب على الصليب هي ذبيحة قدمت من أجل خلاص العالم، وقدمت لكي ما يكون لنا إحنا كمان مائدة جسد الرب ودمه اللي بيها نثبت في المسيح. هو ده عيد الصليب، أو هو ده الصليب وبركات الصليب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.